دونك في هذه الحصة سنقوم بحساب بعض التعابير العددية دائما مع الأعداد العشرية. دونك هذا الفيديو موجه كذلك لتلاميذ الأولى ثانوي إعدادي، ويمكن لتلاميذ الثانية ثانوي إعدادي كذلك الاستفادة من هذا المحتوى. دونك هنا سبق لنا أن تعرفنا على خاصية التوزيعية، أو توزيعية الضرب بالنسبة لي على الجمع أو لا على الطرح، توزيعية الضرب على عملية الجمع والطرح. دونك يمكننا الآن استعمال هذه الخاصية في المحا العكسي. دونك إذا كان لدينا كافي أ زائد كافي بي يمكننا كتابتها كافي بين قوسين أ زائد بي، وإذا كان لدينا كافي أ ناقص كافي بي فيمكننا كتابتها على شكل كافي بين قوسين أ ناقص بي. دونك كا قلنا يسمى العامل المشترك، دونك الفاكتور كومان. دونك هذه التعابير سنوظف فيها هذه الخاصية لكي نحسبها بسهولة تامة. دونك هنا نلاحظ أن العدد الذي يمثل كا هو العدد 2.7، العدد الذي يمثل أ هو 3.9، والعدد الذي يمثل ب هو 6.1. دونك يمكننا مباشرة تطبيق هذه القاعدة. دونك الآن سنقوم بالتعميل، دونك اون فاكتوريز بار 2.7، دونك نعمل بالعدد 2.7 فنحصل على هذا التعبير. دونك 2.7 في 3.9 زائد 6.1. دونك أعيد، العدد 2.7 يلعب دور ك، والعدد 3.9 يلعب دور أ، والعدد 6.1 يلعب دور ب. وهنا عملنا لدينا عملية الجمع. قمنا بالتحول من تعبير عددي لا يحتوي على أقواس إلى تعبير عددي يحتوي على أقواس. الآن أسبقية ستصبح لي العمليات الموجودة داخل الأقواس. هنا يمكننا إنجاز هذه العملية بسهولة. 3.9 زائد 6.1 تعطينا بطبيعة الحال 10، وعندما نضرب 2.7 في 10 نحصل على العدد 27. دونك قمنا الآن بإنجاز هذه العملية أو بإنجاز هذا التعبير العددي. دونك سنمر إلى التعبير الموالي الذي هو التعبير بي. دونك سأسحب التعبير أ، سأقوم بمسحه مباشرة. دونك سأسحب التعبير بي إلى هنا لكي نقوم بمعالجته كذلك. دونك هنا العدد الذي يتكرر هو العدد 23. دونك 23 يلعب دور ك. دونك سنقوم بالتعميل باستعمال هذا العدد. دونك 23، دونك سنحصل على هذا التعبير. دونك 23 مضروبة في 5.5 ناقص 4.5. دونك هنا العدد ك هو العدد 23، الذي يمثل ك هو 23، الذي يمثل أ هو 5.5، والذي يمثل ب هو 4.5. دونك هنا لدينا عملية الطرح. دونك يمكننا إنجاز هذه العملية. دونك كما سبق لنا أن قمنا في المثال السابق. دونك انتقلنا من تعبير عددي لا يحتوي على الأقواس إلى تعبير عددي يحتوي على الأقواس. دونك الآن أسبقية للعمليات الموجودة داخل الأقواس. دونك هنا لدينا عملية واحدة فقط، ألا وهي عملية الطرح. دونك يمكننا إنجاز هذه العملية فنحصل على 23 مضروبة في 1. بما أن العدد 1 هو عنصر محايد فإن هذه النتيجة تساوي 23. دونك نمر للتعبير السي، التعبير الموالي. سأسحب التعبير السي إلى هنا. دونك بنفس الطريقة، دونك العدد الذي يتكرر هنا هو 18.5. دونك 18.5 يلعب دور ك، العدد 83 يلعب دور أ، والعدد 17 يلعب دور ب. دونك سنعمل ب 18.5. دونك سيصبح التعبير على الشكل التالي. دونك ستصبح التعبير على هذا الشكل، 18.5 في بين قوسين 83 زائد 17. دونك انتقلنا كالعادة، انتقلنا من تعبير لا يحتوي على أقواس إلى تعبير يحتوي على أقواس. دونك هنا سننجز العملية الموجودة داخل الأقواس. دونك 83 زائد 17 تعطي 100. دونك سنضرب الآن عدد 18.5 في 100 فنحصل على 1850. 1850 العملية الموالية عملية الدي. دائما بنفس الطريقة باستعمال نفس الخاصية. دونك هنا العدد الذي يتكرر هو العدد 23. دونك سنعمل بالعدد 23. دونك بالفرنسية نقول اون فاكتوريز بار 23. دونك لوسكون فاكتوريز اون اوبتيان ان برودوي بيان سور. دونك ici on a une somme. دونك هنا لدينا مجموع عددين، العدد الاول والعدد الثاني. الان اصبح لدينا جداء. بطبيعة الحال هنا لدينا تعبير يحتوي على أقواس. سنقوم بإنجاز هذه العملية أولا.
دونك سنحصل على 7.1 زائد 2.9 تساوي 10، والان سنضرب العدد 23 في 10 فنحصل على 203. سننتقل كذلك الى التعبير الموالي، تعبير او. العدد الذي يتكرر هنا يعني العامل المشترك، عندما نقول العدد الذي يتكرر يعني العامل المشترك، العامل المشترك هنا هو 8.7 الفرنسية لو فاكتور كومان، دونك سنعمل بالعدد 8.7 فنحصل على التعبير التالي. دونك عندنا او هو عبارة عن تعبير، هنا السطر الاول هو عبارة عن تعبير عددي لا يحتوي على اقواس، الان اصبح يحتوي على اقواس، دونك سنقوم بانجاز العملية الموجودة داخل الاقواس التي هي عملية الطرح. دونك 10.07 ناقص 0.07 تعطي بيان سيغ 10، وعندما نضرب 8.7 في 10 نحصل على 87. آخر تعبير متبقي لدينا هو التعبير F، سنقوم بإنجازه كذلك. دونك التعبير F هو عبارة عن مجموع، دونك هنا لدينا مجموع لأن آخر عملية سننجزها هي عملية الجمع. دونك إذا أردنا حساب هذا التعبير سننجز أول عملية ضرب، دونك هذه العملية ثم هذه العملية وسنجمع النتيجة، لكننا نلاحظ أن هناك عامل مشترك، يعني سنقوم باستعمال هذه الخاصية، دونك سنقوم بالتعميل بالعدد 5.231. دونك عندما نعمل سنحصل على التعبير التالي، دونك 5.231 مضروبة في بين قوسين 2.5 زائد 7.5. انتقلنا من تعبير عددي لا يحتوي على أقواس إلى تعبير عددي بأقواس يعني يحتوي على أقواس. دونك القاعدة تقول أنني يجب أن أبدأ بإنجاز العملية الموجودة داخل الأقواس. دونك هنا لدينا عملية واحدة فقط، 2.5 زائد 7.5 تعطي بطبيعة الحال 10. الآن سنضرب العدد 5.231 في 10، دونك عندما نضرب العدد العشري في 10 طبيعة الحال تقنية معروفة، دونك يكفي أننا نقوم بإزاحة الفاصلة إلى اليمين برتبة واحدة. دونك كانت 5.231 وأصبحت بعد الضرب في 10 52.31. دونك هكذا نكون قد أنهينا جميع هذه العمليات الحسابية. شكرا على المشاهدة والاهتمام، وإلى فرصة مقبلة بحول الله.